هاي. تقليد توقيع القرارات بالولايات المتحدة بأكثر من قلم واحد بدأ مع الرئيس فرانكلين روزفلت، وصاروا هالأقلام قطع أثرية تاريخية، وزيادة عدد الأقلام المستخدمة تسمح بتقديمها كهدايا للأشخاص يلي ساهموا بكتابة تشريع معين. الرئيس الأمريكي السابق ليندن جونسون استخدم 75 قلم لتوقيع قانون الحقوق المدنية، والرئيس باراك أوباما استخدم 22 قلم لتوقيع على قانون الرعاية الصحية التاريخي. أما الرئيس ترامب فوقع بال2018 أمر تنفيذي لوقف انفصال الأسر على الحدود الأمريكية، وأعطى القلم لوزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسون. مين قال أنه توقيع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوزي على القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب بعدة أقلام أثار موجة غضب من جانب الحزب الجمهوري؟ أنا قال، شوفكم بكره.